السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم حل مشكلة اختفاء أدوات السيديا من الإعدادات، أي عندما تدخل إلى السيديا هكذا وتضغط على انستولد أي الأدوات المثبتة، ستجد كل الأدوات التي قمت بتثبيتها كما ترى أمامك، ولكن عندما تدخل إلى الإعدادات لن تجد الأدوات أبدا كما ترى هنا في الإعدادات. ذهب مباشرة إلى تطبيقات، لا يوجد الأدوات هنا أبدا. أيضا يعني وظيفة الأدوات، لا يعني إذا كنت قمت بتنزيل على سبيل المثال أداة تقوم بتغيير شكل البطارية فلن تقوم بذلك، يعني الأدوات وكأنك لم تقم بتنزيلها ولكنها هي موجودة فعلا على السيديا الخاصة بك أو على الهاتف الخاص بك، آيفون أو آيباد أو آيبود. ببساطة ستنتقل إلى السيديا، بعد ذلك ستقوم ب تذهب إلى انستولد، هنا تذهب إلى خانة الانستولد وستجد هذه الأداة. ستقوم بعد ذلك بالضغط هنا على تعديل، بعد ذلك ستضغط على ري انستول أو إعادة تثبيت، بعد ذلك وبعد تنزيل الأداة ستضغط على ريستارت سبرينج بورد حتى يتم إعادة تشغيل الهاتف أو إعادة تشغيل السبرينج بورد. بطريقة أو بنفس الطريقة ستنتقل مرة أخرى إلى الانستولد أو التي تم تثبيتها، وستجد أيضا أداة السيديا سبسورت بنفس الطريقة، تعديل إعادة تثبيت إعادة تشغيل السبرينج بورد، وأيضا هذه الأداة سيديا انستولر بنفس الطريقة أيضا تعديل إعادة تثبيت. بعد ذلك وبعد إعادة تشغيل السبرينج بورد لآخر مرة ستجد أن الأدوات قد عادت بالفعل إلى السيديا الخاصة بي، وأيضا كما قلت لكم شكل البطارية عاد أيضا إلى الشكل الذي تقوم بفعله تلك الأداة. شكرا على حسن متابعتكم، أتمنى تكون هذه الطريقة وحل هذه المشكلة قد نال إعجابكم. هذه المشكلة واجهت الكثير من المتابعين وكثير من الأشخاص سألوني عن حل هذه المشكلة، أتمنى أن يكون هذا الشرح قد أفادهم وقد تمكنوا من إظهار أدوات السيديا الخاصة بهم. للتأكد أيضا يمكنك إعادة تشغيل الهاتف حتى تظهر الأدوات مرة أخرى، أو إعادة تشغيل السبرينج بورد، فقط قم بتنزيل أداة وإعادة تشغيل السبرينج بورد، لا داعي لإعادة تشغيل الهاتف، وبعد ذلك ستظهر لك كل الإعدادات أو الأدوات عفوا وكذلك وظيفتها بالكامل. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب، سيكون هناك حلقات رائعة في الأيام المقبلة، إلى اللقاء.